السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى اخوات في الدنيا كلها، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال يا رب. حلقتنا ان شاء الله النهارده بامر الله باذن الله يا جماعه، ان شاء الله النهارده هتبقى في السمكه باذن الله. ازاي تقدر تطور من نفسك وتعمل حمامتين على كيفك؟ مش لازم ان انت تعمل حمامتين اللي انت تنش منهم، مش لازم تعمل حمامتين اللي انت تنش منهم، ممكن تعمل حمامتين كويسين تقدر اللي انت مثلا تلبس دبله لكم، مثلا دبل زيريه، دبل زي دي. طب احنا بنلبسها للحمام النش، ليه بقى انت ما تلبسش الدبنه زي ديت حمامه في سلاكه، حمامه كويسه؟ حمامه كويسه ازاي يا سيد؟ يعني انت بتتكلم عن ايه؟ بتكلم انت تطور من نفسك. حمام غلى، اكل غلى، خشب غلى، سلاكات غلت، مسائل، مكالف، لدرجه الميه كمان انت بتدفعها، الميه كمان انت بتدفعها. ليه بقى انت كنت بتعمل كل ده وبتدفع من جيبك في الايام ديت؟ انا في متجوز وفتح بيت الوقت الوقت شغال شغله 12 ساعة، من 10 الصبح 10 بالليل، من 10 بالليل ل 11 ونص 12 في جيم، فانت ما فيش وقت اللي انت تعمل فيه اي حاجة تانية. اعمل انا ايه بقى؟ شغل دماغي، سيبك من اللي يقولك الحمام ده غية، الحمام ده غية وغية في الدم، بس انا ممكن اشغلها غية وتجارة. ازاي سيد غية وتجارة؟ هقولك ازاي. بدل ما اجيب قشر بندق 300 جنيه 500 جنيه، اروح اجيب له قص ب 1000 ونص ب 2000 جنيه، اجيب يا عمي دكر، اجيب خمس نوتي او طواير، على حسب ما انت عايز، على حسب ما انت ايه عايز، تمام؟ وممكن تجيب دكر تشغله عن دقيقتين، بدل ما انت بتاخد زغلول من دول الحمام ده، بتبيع الزغلول، الزغلول بيقف عليك مثلا بتبيعه ب 150 ب 200 جنيه. لا، اطور من نفسي واشغل دماغي. انت بتاكل وبتشرب وبتنظف وبتعالج وبتجيب كل حاجة وبتراعي الحمام كويس قبل ما انت بتاكل، قبل ما تشرب، قبل ما تروح مشوار بتطمن على الحمام. يبقى انا مطمن على حمامك، انا ما بقولش الحمام ده وحش، انا ما بقولش الحمام ده وحش، بس انا بقول الناس اللي عايزة تكسب من الحمام، او مش بص الحمام مش هيكسب الوقت عامة، عشان يكسب عد مثلا ذكر ب 10 و 20 و 30 الف جنيه، ده الحمام اللي تقدر تمسك منه فلوس. لكن اصل زي دول انا كل بالظبط في الاسبوع بجيب مرتين اكل في السلاكه هنا، المرتين دول مره ب 200 مره ب 300 على حسب، او ممكن اخليها مثلا جبت مثلا ب 300 اكل، وفوق بجيب كل 3 ايام ب 100، كل 3 ايام ب 100، وانت اصبح الاسبوع بجيب ب 200 فوق، وهنا ب 300، ادي 500 جنيه في الاسبوع، في شهر ب 2000 جنيه، و 2000 جنيه اجار لو انت مأجر او كلام من ده، يعني انت بتتبهدل. ايه بقى اللي انا ممكن بقى ان انا اشغل دماغي في حاجه واحده؟ اشغل دماغي في ايه؟ انت ممكن بدل ما تدفع في الشهر 2000 جنيه على الحمام، ممكن ادفع 500 جنيه، ممكن ادفع 100 جنيه، ممكن ما ادفعش. ازاي ما تدفعش؟ تعال اقول لك ازاي ما تدفعش. نقلب الكاميرا واوريكم الحمام كل حاجه بعينيكم. او اقول لكم على حاجه، هشتغل بالكاميرا الاماميه. ظبط بس الكاميرا كده. تمام؟ هفرجكم على حمامتين، حمامتين كويسين مش وحشين، تمام؟ أنا ما بتكلمش على بولقة بس يا جماعة، أنا ما بتكلمش على البولقة بس. ده ذكر صافي. ده ذكر صافي، هو عظمه يعني بصوا هو بين الصوافات وبين العادات. بس حمامة كويسة كنش. الحمامة ديت، الحمامة ديت أنا ممكن اللي أنا آخد منها حمام كويس. بص عظمها، بص العين، عينها كويسة بس وعظمها عريض بس رفيع، تمام؟ أنا هتكلم على الحمام، هتكلم على الحمام اللي أنت تقدر تمسك منه فلوس واللي أنا بفرخ منه، هوريكم حتى الحمام اللي أنا فرخت منه. دوت ذكر فحم، بكر ما شاء الله فسخ العين كويسة، عظم عريض، عظم من هنا عريض بس ايه رفيع. ده نش، ده انا شغله نش، ما تشغلش الحمام ده اللي انت تقول تكسب منه حمام. ده يوم ما تتنطط تاخد منه عيال هوريكوا ابنه دلوقتي، يوم ما تتنطط تاخد منه عيال هتبيع بكام. انا كل حاجة بفرشها بحل عندي منها حاجة، كل حاجه هنا بفرخها بخلي منها مثلا شاب
او شابين طيره وذكر. ليه بقى؟ عشان لا قدر الله لو وقع منه الذكر وقع مني نتاي عند البديل. بصوا هنا نفس العين ونفس الدكه الجته، المسله كويسه، العظم خف وطول. يبقى انا في ناس تقول ممكن العيب النتاية، هي العيب النتاية بس في نفس الوقت بيجيب لي حاجات سلكه. الحاجات دي في الناش تحفه، الحاجات دي في الناس تحفه، لكن حام تكسب منه لا. تعالوا تعالوا نفرطها. ده ذكر، ده ذكر ما شاء الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ماشيل لك العماص ده، ما بيستحماش، معفن. ده ذكر كويس، ذكر ما شاء الله كويس، عظمه عريض بس في سنه بسيطه رفيعه، جته كويسه بس زفر شويه. حمامه دي ناش جامده وكانت طايره ابطال. دي بالدبله ديت بتاعت الليمبي، الليمبي ده بيتهيألي مش من هنا، ما معرفوش بصراحه. بكر ده من احسن واحلى الذكورة اللي على قلبي، من اول ذكر اشرموندو جبته عجبني ودخل دماغي. اظن عرفتوه، الذكر ده بتاع مين؟ الذكر ده بتاع الحاج احمد عثمان. تحياتي لك يا حاج احمد، بسم الله ما شاء الله. الذكر ده ما ينفعش اقول عليه حاجه، اللي عظمه رفيع واقول على اي حاجه. الحنان ديت لو هي ملهاش عظم من دي من الحاج احمد فوق دماغ حاج، حمامه فوق دماغ حاج. تحياتي لك يا حاج وتحياتي لكل الناس. حمامه ما شاء الله كويسه، بس هي عينها جميله قوي، عينها تحفه، العين عين الذكر تحفه، بس عظمه ايه؟ قليل شويه. مع انا اسف يا حاج احمد، انا عظمه قليل شويه. بايد انا اعالج العظم ده. تعالوا اوريكم ابنه. ابنه لما بوبه في اتنين طلعوا ذكر وانتايا، والتالت هوريه لكم. ادي واحد. اللي يميز بقى ده الذكر ده، اللي يميز الذكر ده البصمه دي، تمام؟ الذكر اهو نفس دماغ الاب بس الخدود خفيفه، بس في خلع، تمام؟ ادي واحد. هجيب لكم التاني اللي ورا منه. الشاب ده اللي ورا منه نفس العظم، بس هنا العظم خف شويه والخلع لسه موجود، بس حمامه قطنه من تحت. هجيب لكم بقى اللي بعديه بقى. انا فرخت كذا مره منه متذكر، وبعت ومشيت وشبيت وطيرت فوق في يومين، تمام؟ محدش يحكم على الزغاليل ده، عشان الزغاليل دي عشان قلش مش هتبان. هنا دلوقتي الخد بتقلش، الخلع ما راحش مني، الخلع لسه ما راحش مني، انا بلعب عليه. العظم هنا لسه، العين واقفه معايا على كده، انا عايز العين واقفه على كده. نيجي نبص بقى من تحت، هل لسه نضيف ولا زفر؟ لسه نضيف، تمام. نجيب بقى الذكر، الذكر الصافي اللي انا فرخت منه بتاع الحاج احمد عثمان، في حاله الحاج عمرو اللبان، معلش اللي انا جبت لكم اول واحد. هوريكم ابنه. ادي ابنه ما شاء الله، هيطلع زي ابوه ما شاء الله في طول. بصوا العظم، العظم رفيع شويه بسبب الطيره، بس عظمه من هنا عظمه عرض، خنقته كويسه، عينيه كويسه، بكر كويس، تمام. ايه سيد اللي انت مثلا عايز توصله لينا؟ تعال اقول لك اللي انا عايز اوصله ليك. ظبط بس الكاميرا مع بعض. اللي انا عايز اوصله ليك اللي الحمام اللي انت شفته ده طلعه فوق، طلعه فوق. طب ما انت سيد عندك حمام فوق،
هينزل تحت مش في السلاجة، يتباع ويجي بداله حمام أحسن. مش فوق برضو الحمام اللي جاي أحسن مش يجي هنا. لما بيع مثلا 10 أصوص من الحضان اللي فوق دول أو من الحمام النشي اللي فوق، في ناس تقول أنت هتنزل حمام النشي عشان تجيب حمام سلفات. طب ما الحمام اللي ورايا ده كله نشي، صوافات وبلقات نشي، يبقى أنا ما نشي حمامة من ديت أحسن. هي متعبة، متعبة في كل حاجة ليها. واحد ما يحبش يلبس هدوم خروج، بصوا الشبشب مش خروج، انا بقلع عليه شبشب مخصوص بسبب السلك، احط الشبشب تحت الغيه وانا نازل بلبسه وانا طالع بلبسه عشان ايه ما يبهدلش الدنيا. تمام، انا هطور من نفسي. بص كده على المس قايل لسه فيها ميه، معلش بصوا ناشفه، انا كنت ناسيها. كويس اللي انا ايه افتكرتها، لو كنت ناسيها بعد ما الحمام كان مسى او شرب. انا اعوذ بالله من كلمه، انا هدخل حمام كويس. يروح الباقي فوق بقى الحمام، بقى فوق للحمام عشان لو ما خدتش الحمام ابيعه بقى الغيه ورايح باغي، لكن مش هقدر اصرف كل دوت من جيبي على الفاضي. معاش في ميه وما مقطوعه بلا يومين. انا شغال شفاط الوقت خلاص بقى، بس هما يشربوهم يعني. تمام يا جماعه، ان شاء الله اللي محتاج حمام هيكلمنا على الواتس. ماشي، اللي محتاج يشتري حمام يكلمنا على الواتس. محدش يجي يقول لي يا سيد انا عايز نتائج لفندق، انت قلت هتنزل بولقات. انا البولقات اللي هنا هطلعهم فوق، الحمام اللي فوق هينزل. حلبيات، استراليات، باكستانيات، حمام من دول. تمام، نشيل بس الرشة اللي في بق الكرة دي ولا الزغلول ده. ما انا عشان ماسك الكاميرا مش هعرف ان انا اشيلها في بقي بايديا. للاسف يا جماعه، نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.